أكثر عن الأسواق العالمية مع ضيفي في الاستوديو الحبيب عقيقي كبير محللي الأسواق المالية بشركة تريد ميديا. أهلا بك. أهلا. طبعا نبدأ حديثنا بالتصريحات الأخيرة لجيروم باول وتأثيرها على الأسواق العالمية. بالحقيقة بعد شهادة البارحة شهدنا ارتفاع للدولار بدعم من التقييم المتفائل للاقتصاد الأمريكي من قبل جيروم باول. ارتفاع الدولار أدى إلى هبوط حاد بالسلع، كمان أدى إلى هبوط حاد بالعملات الأخرى وبالسندات، سندات الولايات المتحدة، سندات الأوروبية وحتى سندات البريطانية أدت شهدت انخفاض، أما أسواق الأسهم فشهدت ارتفاع. إذا بنرجع بنلاحظ شوي بنحلل شهادة باول بنلاحظ إنه ما أعطى أي معلومات جديدة للأسواق، فبالرغم من التفاؤل كان حذر وما أعطى أي ما أعطى forward guidance أو إرشادات مستقبلية حول السياسة النقدية. ركز إنه المركز الفيدرالي سيستمر بالرفع التدريجي لمعدلات الفائدة، لكن بحديثه كان دائماً عم يستعمل للوقت الحالي، يعني بإشارة حتى الآن سوف يكون نعم بإشارة إلى أنه السياسة النقدية هي قابلة للتعديل وفقاً للمعطيات القادمة. لكن التقييم الأهم يبقى ردة فعل الأسواق، وردة فعل الأسواق كانت إيجابية، شهدنا عودة الرغبة للمخاطرة. أتوقع أنه بالأيام القادمة التركيز رح يكون أكثر على أرباح الشركات للربع الثاني، أما بالفترة على المدى الأطول سينتقل التركيز إلى البيانات الاقتصادية وأهم بيانات التضخم. مثل ما بنعرف التضخم هو عند أعلى مستويات له منذ عام 2012، وهون ومتوقع أن يستمر بالارتفاع. وهون لازم نركز على نقطة مهمة جدا، هند، الارتفاع معدلات التضخم إذا ما كان مصحوب بارتفاع بمعدلات النمو أتوقع أنه الفيدرالي سوف يتريث وسيسمح لمعدلات التضخم بتخطي المستهدف من دون ما يتسرع برفع عمليات الفائدة، وهذا الأمر ممكن أنه يغير توجه بالدولار للفترة القادمة. هو تصريح باول بأنه سوف يتم رفع أسعار الفائدة تدريجيا 4 مرات، هل تعتقد أن هذا مبرر؟ بالحقيقة المعطيات الحالية هي تبرر هذا الموضوع. معدلات البطالة هي عند الأدنى، لإلها معدلات التضخم هي عند أعلى مستويات منذ عام 2012، لكن هل سيستمر بالرفع المتسرع للفائدة؟ هذا الأمر يتعلق بالحرب التجارية وتداعياتها على الأسواق. الحرب التجارية ممكن تؤدي لارتفاع بمعدلات التضخم من دون ارتفاع بمعدلات النمو. وأشار أن الحرب التجارية سوف يعني تأثيرها راح يكون أقل على الاقتصاد، هل تؤيد هذا الكلام أم لا؟ بالحقيقة ردة فعل الأسواق يعني شهدنا ارتفاع بالدولار وانخفاض بالملاذات الآمنة من بعد شهادة باول، وأحد هذه الأسباب هو أنه تداعيات الحرب التجارية بعد ما وضحت أو بعد ما تبلورت مزبوط. وأنا أعتقد أنه هذه الحرب التجارية إذا بقيت محصورة بين الولايات المتحدة والصين ولم يتدخل فيها دول أخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو دول كبرى مثل الهند وكندا، من المتوقع تداعيات هذه الحرب حتى لو كانت سلبية أن تبقى محصورة إلى حد ما. فالولايات المتحدة والصين بكل سهولة ممكن يلاقوا بديل تجاري آخر ليستوردوا ويصدروا له هذه المنتجات يلي فرض عليها تعريف جمركية. أما إذا تفاقم الوضع وتدخل عدة دول بهذه الحرب ستكون حرب عالمية، وهنا سوف تكون تداعياتها أكبر بكثير. بعض التقارير تشير إلى أن هناك مطامع نفطية كما رأينا في نشرة اليوم، مطامع نفطية وخلف هذه الحرب التجارية يسعى لها ترامب، هل تؤيد هذا الحرب التجارية حتغير المنظومة التجارية القائمة حاليا، فالصين رح ترجع لدول أخرى بديلة لاستيراد عدة منتجات منها وسلع، وكذلك الأمر الولايات المتحدة. مش هيك شفنا كمان ترامب مستعد يعمل علاقات تجارية جيدة مع المملكة المتحدة أو بريطانيا، وكذلك الأمر الصين عم تشتغل كمان مع دول عربية عدة ودول أخرى بالمنطقة. بالنسبة للذهب رأينا أنه يعمق خسائره ويصل لأدنى مستوى له في عام، أهم الأسباب التي أثرت عليه بعام كامل تقريبا الذهب عم يسجل أدنى مستويات له. ربما أهم هذه الأسباب هي ارتفاع بالدولار وضعف الطلب الفعلي من قبل الهند، لكن أنا برأيي ضعف هذا الذهب بالرغم من الضعف اللي عم نشهده لا أتوقع أنه يستمر الذهب أو نشهد انهيار حاد بأسعار الذهب. فنيا حاليا عم نختبر منطقة الدعم عند 1220، إذا تخطى مستوى الدعم هذا قد نستهدف
منطقة أدنى هي منطقة 1210، لكن هذه التراجعات برأيي ستبقى محدودة. وفي لا تتوقع أن يخسر هذه المستويات 1200 دولار لي. مش بسهولة رح يقدر يخسر هذه المستويات. كمان بدنا ننتبه إذا في حال تفاقمت الحرب التجارية هذا الأمر سيعكس المسار على الذهب. إذن حبيب عقيقي كبير محلل الأسواق المالية بالشركة تريدبيديا، شكرا جزيلا لكم تواجدك معنا.